كل شتاء بتجينا اسئله كتير على الصفحه، باشمهندس ازاي اعمل عزل للسطح بتاعي من مياه الامطار؟ الموضوع بسيط جدا، بس محتاج انه تكون مركز في الشغلانه ديت. الموضوع بكل بساطه هو عزل بلفائف الممبرين. ايه هي يا باشمهندس لفائف الممبرين ديت؟ هي عباره عن لفائف بيكون عرضها 1 متر وطولها 10 متر زي ما انت شايف كده، واللفائف ديت بيكون سمكها 3 مللي 4 مللي 5 مللي، والدارك في الشغل بتاعنا هو الأربعة مللي. والطريقة بتاعتها هي طريقة سهلة جدا، بس لازم تكون مركز فيها جدا وانت شغال. اهلا وسهلا بيكم في قناتي، قناة ديكور على ذوقك. انا مهندس ديكور. طريقة عزل الأسطح هي كالتالي. أول خطوة هي تجهيز السطح. تجهيز السطح من إيه يا باشمهندس؟ لازم أزيل أي حاجة بتعمل لي عائق على السطح. زي إيه؟ زي خشب، زي شوية رمل، زي خرسانة موجودة، زي مثلا برميل موجود، أو زي سقالة. أي حاجة موجودة على السطح لازم السطح يكون نظيف بالشكل اللي أنت شايفه. السطح كمان لو في عندي اي شنابر، اي زراجين موجودة طالعة من السقف، لو في عندي اي اسياخ حديد طالعة، وانا طبعا مش هطلع بالسيخ ده، لازم اتني الاسياخ وبعدين اعمل عليها طبقة مونة. طبقة المونة ديت لازم تدرع بالدراع علشان تكون طبقة مستوية، ولازم احط عليها جراود علشان الجراود ما يعملش، علشان ما يحصلش اي صدى للحديد او اسياخ الحديد الموجود. ودي الخطوة رقم واحد، وهي خطوة تجهيز السطح. الخطوة رقم اتنين، وهي عمل رقبة ازازة. ايه هي يا باشمهندس رقبة الازازة؟ رقبة الازازة بكل بساطة زي ما انت شايف قدامك كده. رقبة الازازة هي عبارة عن معالجة اي سطح رأسي التقاؤه مع اي سطح افق. السطح ده سواء كان حيطة او ارضية السقف نفسه، لازم اعمل لها رقبة الوزة دي. رقبة الإزازة أو رقبة الوزة باللغة الدارجة بتاعتنا، بنجيب مبيض المحارة ياخد يومية واحدة، وبيعمل إيه؟ بيلف على السطح كله بمونة لباني. وإيه هي المونة اللباني؟ هي عبارة عن رمل وأسمنت ومية فقط، ويبتدي إن هو يعمل لي رقبة الإزازة دي. طب إيه يا باشمهندس فايدة النقطة رقم اتنين وهي رقبة الإزازة؟ فايدتها بكل بساطة إنه النقطة دي هي نقطة ضعف أو نقطة تسريب. النقطة دي ممكن يحصل فيها ثقب للفائف الممبرين وتعمل لك تسريب للمية وكأنك ما عملتش حاجة. لذلك اوعى تستخسر ان انت تعمل في الشغل بتاعك رقبة ازازة. والخطوة رقم ثلاثة هي ان انا بعمل سطح تحضيري. ايه هو السطح التحضيري ده يا باشمهندس؟ بتكون عبارة عن ممبرين بارد، الممبرين البارد دوت او اللي احنا بنسميه البرايمر، بندهنه على سطح الخرسانة بالكامل علشان يساعد على التصاق لفائف الممبرين مع الخرسانة. ومن المهم جدا انه ما يكونش فيه اي حرامية او اي مكان متساب في المكان ده. سطح البرايمر ده لازم وانت ماشي عليه وبتدوس عليه يكون بيلزق. بتسيبه بعد ما بينشف، وبنروح للنقطة اللي بعدها. النقطة اللي بعدها وهي ان انا بعد ما السطح كله بينشف والسطح بيكون نظيف بالشكل اللي انت شايفه، ببتدي ان انا اكنس السطح قبل ما ابتدي ان انا اعمل عملية العزل من اي اتربة. لازم ما يكونش فيه تراب موجود على السطح علشان ما يعمليش اي عازل ما بين لفائف الممبرين والسطح الخرساني. النقطة اللي بعدها بجيب كل الشغل بتاعي من لفائف الممبرين وابتدي ان انا افرده جنب بعض. ومن المهم جدا الخطوة اللي جاية، وهي وانا بعمل عملية اللزق، ان انا يكون عندي في تداخل اوفرلاب ما بين البكرة والبكرة التانية. لازم يكون في تداخل 10 سنتي ما بينهم ويتم عملية لحامهم مع بعض علشان ما يحصلش اي تسريب بعد كده. بعد كده بعد ما بتأكد انه لفائف الممبرين كلها بالمقاسات بتاعتي، لازم لفائف الممبرين اللي يكون الوجه بتاعها المكتوب عليه لازم تكون ناحية الخرسانة،
لان هي دي اللي بيتسخن عليها، ولازم يكون الظهر اللي هو باللون الاسود يكون لاعلى. والخطوه اللي بعد كده بيتم تركيب اللفائف ديت عن طريق البشبوري. زي ما انت شايف الصنايعي بالشكل ده بيبتدي ان هو يركب لفائف الممبرين وهو بيسخن عليها وبيحطها على الارض يلزقها. لازم بتكون معاه في حته قماشه ويبتدي ان هو يعدي عليها علشان يخرج اي هواء ويتاكد انه في عمليه الالتصاق تمت تماما. والخطوه اللي بعدها وبعد ما بنخلص كل شغل اللزق، من المهم جدا ان اعمل عمليه الغمر. الغمر بجيب ميه واروح مغرق السطح كله واسيب ارتفاع 10 سم واسيبها لمده 48 ساعه. وبعدين مش مهندس بنزل تحت السقف وابتدي ان انا الف على السقف كله واشوف اي بقعه، وبشوف برده طبعا من الداير بتاع السقف. اي بقعه بتظهر في الميه ببتدي ان انا افضي الميه اللي فوق كلها من تاني واشوف المكان ده فين، واعمل عليه رقعه من لفائف الممبرين تاني. وبعدين ارجع تاني اعمل عمليه غمر وانزل تاني تحت السقف اشوف في اي تسريب، التسريب اتمنع ولا لا. ومن المهم جدا الخطوه الاخيره انه لازم اعمل لباني، طبقه لباني على كل السطح علشان احمي لفائف الممبرين بتاعتي من اي ساق بيحصل، لان طبعا لفائف الممبرين والشغل ده بيكون مكلف، لكنه بيكون الحل النهائي لعمليه عزل ضد مياه الامطار. عايز اقول لك ان لفائف الممبرين ديت احنا بنستخدمها كمان في حمامات السباحه، فالموضوع بيبقى امن جدا جدا جدا. ودي كانت حلقة بسيطة جدا وسريعة جدا عن طريقة عزل المياه بلفائف الممبرين او عزل الاسطح بلفائف الممبرين. لو الحلقة عجبتك ما تنساش لايك شير سبسكرايب، وما تنساش كمان تشوف الحلقات القديمة وتستنانا في حلقات جديدة جاية. اشوفكم على خير، واتمنى طبعا اكون افدتكم في الحلقة دي.